أسيس رضا، التعليقات اللي كانت على الفيسبوك فعلا شيء مذهل. خليني أتكلم عن الدفء والمحبة، وفعلا أنا حسيت أنه عم بتعامل مع سكالرز، يعني كل الردود عم بردوا بردود حلوة كاملة معبرة، واضح أنه في نضوج روحي، واضح أنه خدمة الميديا إلها تأثير. طبعا في ردود فعل كتير، وإحنا تكلمنا عن ليه أو لماذا يهاجمون الكتاب المقدس، وحضرتك فعلا أعطيت معلومات قيمة. بس أنت عارف الواحد العمر بيكبر، فلو طلبت منك في 3 دقائق أنه تحطنا في الصورة اللي تكلمت عنها في الحلقة اللي مضت، عشان في أسئلة كتير لهذه الحلقة. تفضل أسيس رضا. الحقيقة يا أسيس نزار وحضرات المشاهدات والمشاهدين، أنك لما بتهاجم الكتاب المقدس أنت تهاجم الثابت، وبالتالي أصبح كل شيء نسبي ومتغير. لذلك نحن نؤمن أن الكتاب المقدس هو كلمة الله المعصومة، هو الأساس الثابت. إذا كنت تؤمن أن الله معصوم، فينبغي أن تؤمن أن كلمته معصومة. السبب بسيط، لأننا عرفنا عصمة الله من خلال هذه الكلمة. فإيمانك بالله المعصوم يجعلك تؤمن بكلمته المعصومة التي عرفت من خلالها هذا الإله المعصوم القادر أن يحفظ كلمته. والحقيقة أنا مش حابب أعيد اللي ذكرته، فالكتاب المقدس لا يحتوي على كلمة الله، لكنه هو كلمة الله بالفعل. الكتاب المقدس ليس مجرد كلمات، حتى إن كانت كلمات شعر أو كلمات أدب أو كلمات عظيمة أو بديعة أو رائعة. ويوجد في الكتاب المقدس أروع أنواع الشعر العبري بالفعل، لكن الكتاب المقدس قوته في الله نفسه، في قائل هذا الكتاب، لأنه حيث كلمة الملك هناك سلطان. وحب أقول شيء بسيط خالص، إنه الكلمة اليونانية اللي أشار إليها بعض المشاهدات والمشاهدات، ثيوبينيوستس، نعم مزبوط، تعني متنفس. متنفس أنا حابب كده، لو إحنا عملنا تجربة بسيطة، هي مش ظريفة قوي يعني، لكن ممكن نتجاوزها. لو أي واحد فينا حط إيده قدام بقه وقدام فمه وتكلم، هيحس جاية في إيده المتنفس. هذا المتنفس، هذا النفس اللي طالع، بيؤكد وجود كلام. إذن لا يمكن أن تفصل بين الكلام وبين ما يصل إلى يدك من متنفس أتى نتيجة هذا الكلام. فالكتاب المقدس زي ما بيقول الكتاب، كل الكتاب هو موحى به، متنفس الله. لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم وناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. أنا أؤمن بسيادة الله. إن كنت تؤمن بإله كلي القدرة، فأنا أؤمن أن هذا الإله كلي القدرة شكل حياة الكتاب الذين كتبوا الكتاب المقدس. أكثر من 40 كاتب كتبوا على مدى أكثر من 1600 عام في ظروف مختلفة متباينة في 3 قارات ب3 لغات. هذا الإله كلي القدرة هو الذي شكل وصاغ حياة هؤلاء الذين استخدمهم بثقافتهم، بعلمهم، بتجاربهم، بنجاحهم، بفشلهم، بخطأهم، بقداستهم، بسقوطهم في الخطية، بالبيئة المحيطة بها. هذا المتنفس الذي تنفس به الله عصمهم ليكتبوا بالضبط هذا المتنفس الذي يعبر عن كلمة الله. فهذه الكلمة الموحى بها تعبر عن من هو الله بالفعل. وأنا لم أعرف الله إلا من خلال كلمته. كلمته معصومة لأنها تقدم هذا الإله المعصوم.